السلام عليكم متابعينا الأوفياء. قبل ما نبدأ حابب أشكر كل المتابعين على الملاحظات اللي وصلتني واللي ساعدتني كتير قوي في إن أطور من أسلوب العرض وأقدر أقدم معلومات أكتر واستفادة ليكم أكبر بشكل سهل وسلس. يلا بينا في نواة جديدة، بسم الله فلننطلق. أكبر عدد من أنواع الحيوانات موجود في فصيلة الثدييات، ومعانا النهاردة منها حيوان الغزال. عنده أربع أرجل وفي نهاية كل رجل عنده حوافر تحسها مشقوقة في منتصف رجليه وكأنها مقسومة النصين، بتسهل عليه أن يجري من الحيوانات المفترسة بكل سهولة. ربنا أنعم عليه بجسم متناسق فشكل جسمه متناسب مع رجله الطويلة وديله القصير. عنده زوج من القرون في مقدمة الرأس بتديله شكل جميل وبتكون غالباً كبيرة في الحجم، وبالرغم من إنها بتتكون من العظام والأعصاب بس بتكون سهلة إنها تتكسر لو تعلقه وهو ماشي ما بين أغصان الأشجار. وبيتميز جميع أنواع الغزلان بإن ليهم قرون ما عدا إناث الغزلان الصينية. وأغرب معلومة عن الغزال إن الإناث ربنا أنعم عليهم بقرون خاصة بتنمو وتتجدد كل سنة. وأحجام الغزلان ما بتكونش ثابتة وبتختلف من نوع للتاني، وبتتقسم لنوعين، غزلان صغيرة قوي وغزلان ضخمة وعملاقة. النوع الأول بيضم غزال الجرور الجنوبي اللي بيوصل وزنه لتسعة كيلو جرام وبيبلغ طوله 36 سنتيمتر، والنوع الضخم منه بيشمل غزال الموس اللي بيبلغ وزنه 820 كيلو جرام وطوله بيوصل لمترين. والغزال من أكلات العشب، بيتغذى على الأعشاب والحشائش الخضراء والفاكهة وبعض الفطريات، وتكوين جهازها الهضمي بسيط قوي، ما بتقدرش تاكل خالص أي نوع من أنواع اللحوم. وبعد ما بياكل الغزال الأعشاب بيقطعها على قد ما يقدر بسنانه، وفي خطوة مهمة قوي بيقوم بيها جهازه الهضمي، بيعمل عملية تخمير للأكل ليسرع من استفادة الغزال من الأكل في أسرع وقت. ولما يجي يعمل عملية تخمير الأكل بينقي البراعم والأعشاب اللي بتحتوي على الكالسيوم والفوسفات، وخصوصا لما تكون قرونه مكسورة بتسرع من عملية تجديد القرون. الغزال بيختار الأماكن اللي يعيش فيها على حسب الأعشاب والحشائش اللي هو حابب يتغذى عليها، وبيتواجد بغزارة في الغابات الاستوائية والسهول البرية الواسعة اللي موجودة في جميع أنحاء العالم. وربنا أنعم عليه بموهبة فريدة من نوعها، بيقدر يتأقلم ويتكيف مع أي بيئة حتى لو هاجر من موطنه الأصلي لأي مكان تاني، بيقدر يعيش ويتأقلم بكل سهولة. وبيتزاوج الغزال في أوقات محددة من السنة، وبداية موسم التزاوج من أواخر شهر أغسطس حتى نهاية شهر ديسمبر. والغزال زي ما قلنا من فصيلة الثدييات اللي معروف عنها إنها بتتكاثر من خلال الولادة، وبتلد الأنثى بعد مرور 10 شهور على الحمل، وبتضع الأنثى في كل مرة 2 من صغار الغزال وبيطلق عليه اسم ظبي. وصغار الغزال بيتولدوا على أجسامهم بقع باللون الأبيض، والبقع بتتلاشى تدريجياً مع مرور الزمن إلى أن تختفي تماماً. وبيبدأ الظبي في تعلم المشي بعد أول أسبوع ليه من الولادة، وأمه بتساعده على ما يقدر إنه يعتمد على نفسه.
والغزلان من الحيوانات اللي بتحب تعيش في جماعات مع بعضها وبيتعاونوا مع بعضهم ليحموا كل فرد منهم من هجمات الحيوانات المفترسة. وبيتعرض الغزال للصيد المبالغ فيه باستمرار لأن فوائده كتيرة. لحم الغزال حلال إنك تاكله بالرغم من إن تمنه غالي قوي. وأكتر حاجة بتميز الغزال جلده، وبيستخدم في حاجات كتيرة زي صناعة الجلود. وبيمر جلد الغزال بعملية الدباغة علشان يستفادوا من جلودها اللي بيتمتع بمقاومة ومرونة عاليين جدا، وفي نفس الوقت بتحافظ على المتانة الخاصة بيها. وبيدخل جلد الغزال في صناعة الأحذية بكل أنواعها وأشكالها، وبرضو الحقائب بمختلف أنواعها. وبيستخدم على نطاق واسع في مجال الموضة، وعلى وجه الخصوص في صناعة القمصان والجواكت. وأهم حاجة طبعاً مسك الغزال، غني عن التعريف أكيد. أنسى الغزال بتنتجه أثناء فترة الحمل، وبيتميز برائحة جميلة جداً. وفي أبحاث بتؤكد إن مسك الغزال عنده مقدرة شفائية جسدياً للتخلص من بعض الأمراض، ومعنوياً للتخلص من الطاقة السلبية، ولسه الأبحاث مستمرة وشغالين عليها. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو والمعلومات اللي فيه. ولو حابين إننا نتكلم عن حيوان معين ولا حاجة قولنا عليه في التعليقات، ومستني تقولولي استفدتم إيه من الفيديو في الكومنتات. ونشوفكم على خير في نوا جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.